بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. برحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. برحب بيكم طبعا، حلقه جديده نستمتع بيها من خلال برنامج المطعم. والنهارده برضه هنقدم لكم وصفات سهله جدا وبسيطه. بصوا، عشان برضه نكون متفقين ان البرنامج اللي هيبقى الفورمات بتاعه متغير شويه الاسبوع ده، بحيث ان ايه هنخف شويه من ايه حلاوه المولد. يعني هنعمل حاجات بسيطه، اللي هو كل يوم هعمل طبق مثلا شوربه، طبق رئيسي، وبعد كده نعمل صنف من حلاوه المولد، وان شاء الله هنقل لك صنف محترم جدا وسهل لاي ست بيت اللي هي تقدر تعمله. لان موضوع حلاوه المولد بتبقى صعبه شويه في البيت من حاجات كتير قوي. ناس كتير قوي بتجيب مكسرات وتبدا تعمل العود، اهم اللي هي الفوليه، الفستقيه، اللوزيه، البندقيه، الحاجات دي كلها. بس مشكله في موضوع العود ما يتظبطش معاكي، لان ده محتاج صنعه، بحيث لما انت هو الفكره بتاعته في ايه؟ ان انت لما تيجي تاكلي الحاجه تدوب في البق، هي دي الفكره بتاعته. فان شاء الله الايام اللي جايه ديت هنعمل بس حاجات بسيطه كده عن حلاوه المولد، ومش هتاخد مننا وقت غير اللي هي ربع ساعه الاخيره ان شاء الله من كل حلقه. هستنى اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، او عن طريق الرقم الدولي اللي بيظهر قدامكم. لو حابين تواصلوا الاخوه يتواصلوا من خلال من خارج مصر، عندكم رقم دولي ان شاء الله ظاهر قدامكم. الحلقه النهارده ان شاء الله طبعا هتبقى التشيكن جريل، هنعملها بالباربيكيو صوص، يعني حاجه وهميه ان شاء الله تعجبكم جدا. طبق هنعمله ببرزنتيشن قوي ان شاء الله يعجبكم برضو. عندنا النهارده سلطه البنجر، سلطه ممتازه جدا، مركز انا شويه الايام اللي جايه ديت في السلطات. سلطات حاجه رئيسيه، قيمه غذائيه عاليه جدا، الدريسنج بتاعها بيبقى رائع، سواء من المستردة او من زيت الزيتون او من الليمون. فالسلطات في حد ذاتها مفيده، وهنتكلم عليها ان شاء الله واحنا شغالين. عندنا رقاق هنعمله طري، هنعمله بلحمه نقطعها كده مكعبات صغيره ان شاء الله ونبدا نشتغل بيها. وما تنسوش النهارده ان شاء الله معانا الراك اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح. راك شركه محترمه جدا، عندها اطقم بورسلين. بص اقول لك على حاجه، اللي بيجهز بنته على ضمانه الشيف محمد حامد يجهز بنته من الاطباق ديت ومن الاطقم اللي احنا شغالين فيها دي. مش عشان شغالين عندنا في اعلان ولا عشان هم في البرنامج، لا فعلا والله جربوها، لان المنتج بتاعهم طبيعي 100%. تاني حاجه، حضرتك بتاخدي الطبق ده ومعالج ضد الصدمات الحراريه، يعني لو انت طلعتيه من الفريزر على الفرن ما فيهوش اي مشكله خالص. راك من الشركات المحترمه جدا عالميه، ومعروفه جدا بالمنتج بتاعها، لان في بورسلين موجود في السوق منتجاته مش طبيعيه، وفي رصاص، لكن ده خالي جدا، خالي ما فيهوش 1% او 1/10% من الرصاص. عندك الاطقم كتير، عندك الانوان كتير جدا، عندك موضوع التجريح كتير قوي. لما نيجي نمسك طبق اطباق عندنا صيني نطلعها كده ونشوفها، هتلاقي فيها علامات سمراء كده، لكن ده مستحيل يكون فيه علامات، مهما حطيت السكين عليه مش هيحصل له اي حاجه خالص. فكل حاجه في بتميزه اللي هو كل منتجاته طبيعيه 100%. دي اكتر ميزه بصراحه عجباني فيه، المنتج نفسه المصنوع منه. تعالوا بقى نشوف عندنا هنبدا ان شاء الله الحلقه بتاعتنا ازاي. عندنا التشيكن باربيكيو صوص، هنشوف هنعمله ازاي وهنبدا اللي احنا نستخدمه مع بعض. عندنا اول اللي انت عايزه، عندنا ايه بس اول قبل ما اطلع فاصل، بس هعمل ايه، هتبل عندي فراخ. ممكن بص انا قبل ما ادخل عندنا يا جماعه المنيو، هعمل حاجه بس، البنجر هجيبه تمام وهو محطه كده غسلينه طبعا كويس جدا، حاطط عليه زيت زيتون تمام. نركز بقى في السلطه دي بالله عليكم عشان ايه هتعجبكم قوي. بعد كده بجيب عندي ورق القصدير فويل، وتقوم واخداه كده ولفاه ورايحين فين؟ عندي على الفرن. دي أول حاجة نركنا كده عشان ما تاخدش مننا وقت. فويل، زيت زيتون، بنجراية بتجيبيها صح، وتبدأ أنت تعمليها إيه؟ مخبوزة في الفرن. الفراخ بقى بجيبها وببدأ اللي أنا أديها التوابل بتاعتها. عبارة عن إيه بقى؟ طيب هنتكلم عن التتبيلة عشان بصراحة مش عايزين نجري ونشتغل براحتنا خالص، مزاجنا يبقى رايق. هنتكلم عليها إن شاء الله ولكن بعد الفاصل. Thank you.
اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. نبدا دلوقتي نشتغل في الفراخ اللي هي بالباربيكيو صوص. تريحي نفسك، الباربيكيو لو بتعرفي تعمليه احنا عاملينه عندنا على الصفحه موجود بالطريقه بتاعته. طب لو انت ما عرفتيش تعمليه، انت بتجيبي الازازه بتاعتك وتريحي نفسك. في حاجات كتير على فكره بتيجي جاهزه بتريح، يعني ما فيهاش مشكله، يعني مش حاجه مطلعه قوي صدقيني. في حاجات احنا ساعات بنعملها في البيت يعني احنا بنقول لا عشان دي ما فيهاش مواد حافظه، انا معاكي في الحاجات دي، بس ما بتطلعش للتيست، ما بتظبطش الطعم زي ما بتطلع بره. احنا بنجتهد، في ستات كتير بتحب تعمل كل حاجه في البيت من اي تو زد، لكن في حاجات برده كده ممكن احنا نجيبها من بره زي الباربيكيو، ما فيش مشكله. ولو عايزه تعمليه احنا منزلين الطريقه بتاعته كلها موجوده، وهو طريقته سهله جدا. طيب تعالوا نشوف عندنا الفراخ هنعملها ازاي. الفراخ دي بنتبلها ايه بقى؟ بتبلها ملح وفلفل وميه، بصل باودر وتوم باودر. ركزوا في التتبيله دي، شويه كاري، بابريكا، جنزبيل، وشويه زعتر وزيت زيتون. تمام، ده بالنسبه لايه؟ للتتبيله بتاعتنا. تمام، دي بالنسبه لايه؟ للتتبيله بتاعتنا اهيت اللي احنا موجوده عندنا للفراخ بتاعتنا. تمام كده، تمام جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنبدا نشتغل ازاي بقى في الفراخ. بجيب عندي صدور الفراخ، تمام، وبجيب عندي سكينه صغيره زي دي، وببدا ان انا اعمل لها فتحات كده كده اهي. حلو الكلام، اهي فتحات كده بالايه، بالسكينه، يعني بشرطه حاجه بسيطه. امسك تاني اهي كده، تمام. ناخد التانيه برضو نفس الكلام اهي، سكينه كده تشرطها. اوكي اهي. طيب بعد كده بقوم عامل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي مجموعه التوابل اللي احنا عندنا ديت، بقوم مديها ملح، واروح عندي مديها فلفل اسمر، واقوم مديها عندي شويه من الكاري، وبعد كده شويه من الثوم الباودر، وعندي البصل الباودر، وعندي شويه من البابريكا، عندي شويه زعتر. والله خلي الكلام ده كله، عايزه تخلطي الخلطه دي كلها مع بعضها وبعد كده تضيفيها، اوكي مفيش مشكله. شويه الجنزبيل الباودر يبقوا حكايه بصراحه في في موضوع التتبيله نفسها. طيب بعد كده اهو بنعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي الحاجات دي كلها، اجيب معلقه، وبعد كده بقوم جايب عندي شويه من الزيت، شويه من الزيت الذره عليهم، وبعد كده بقوم واخدهم كلهم مع بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص طالما حطيتي بهارات افضل حاجه خديها على طول، يعني سيبيه بس يعني تتشرب شويه من البهارات في الثلاجه، وبعد كده ابداي خديها على الجريل بتاعتك. ما حطيناش لا ميه بصل ولا اي حاجه، ميه البصل بتبقى فيها مشكله، يعني كتير قوي بقى بنشتكي من ناحيه ايه بقى؟ والله احنا ساعات بنحط ميه بصل، لكن للاسف ساعات ميه البصل بتحرق اللحمه او بتحرق حته الفراخ اللي عندنا، لكن ما اعتقدش ان دي تحرق حاجه، يعني البهارات بس اهم حاجه تسيبها تتشرب الاول كويس جدا. بقوم رايح جاي عندي على الجريل اللي عندي على النار، واقوم حاطط فيها شويه زيت صغيرين جدا، نقطتين كده ولا حاجه، وبعد كده نبدا ان احنا نشوح عندي الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه الباربيكيو مش هنحطه دلوقتي خالص. حط ده هنا كده. يا حاجة فوزية. ايوه صباح الفل. يا صباح الهنا يا حاجة فوزية. صباح الخير يا حبيبي، عامل ايه؟ اهلا بيكي يا فندم، اهلا بيكي. اخبارك ايه وازاي ولادك؟ الحمد لله الله يصلح حالك يا رب. تسلمي، انا اول مره اكلمك. يا رب يخليك يا رب، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا. وانا بحبك قوي عشان ابني شكلك بالظبط. ربنا يخليه لك يا رب ويبارك فيه. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا فندم. المعهد برضه بتاع الاكل ده اسمه سياحه وفنادق. سياحه وفنادق، سياحه وفنادق. ربنا يخليه لك ويبارك فيه يا رب. ربنا يخليك يا بابا، واكلك زي الفل وحاجتك كلها جميله. انتوا اللي زي الفل والله، وناس جميله.
ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا حاجه فوزيه يا اميره. على فكره انا عندي 75 سنه. ما شاء الله، دعواتك بقى بالله عليك. ربنا يخليك، وبشوف اكلك بس مش بقدر اعملها. ليه طيب؟ حاجات كلها سهله هي يا حاجه. ما هي سهله بس مش قادره اقف اعمل. اجي اعملها لك لحد عندك والله. ربنا يبارك لك يا رب. والله ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلمي. ماشي يا حبيبي. وربنا يخليلك، وربنا يخليه لك بقى، وهو اللي يقوم يعمل لك بقى ويظبط لك الدنيا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. اشكرك، اشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك. تمام. لكن ايه الناس اللي بيبقوا في السياحه والفنادق بقى، فبتلاقيهم بين الموضوع سخن معاهم في الاول، اول ما دخلت المهنه بقى ايه، ما زلنا بنعمل في بيوتنا وكل حاجه، بس اول ما دخلنا المهنه بقى كنا ايه، موضوع حماسي بقى، وكل يوم نعمل واللي نبوظ حاجات والبيت يبوظ، انت فاهمه ازاي؟ فكنا بنخش في الموضوع بقلب، كل يوم نعمل حاجه، مره تظبط معانا مره ما تظبطش معانا، انت فاهمه ازاي؟ هو كده المطبخ لحد ما الدنيا تظبط معاكي في الاخر وتلاقي الموضوع ماشي حلو ان شاء الله يعني. ربنا يخليهولك ان شاء الله كده، وايه ويعمل لك اللي انت عايزاه واللي نفسك فيه كله. على ايه، نقلب الفراخ عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الجريلا دي بصراحه، من عشاق الجريلا دي. بص الكلام عامل ازاي. ماشي، تعالوا بقى نشوف هنقدم التشيكن دي ازاي او الفراخ دي ازاي. بجيب عندي الايه، الزبده، حطها معلقتين زبده كده، بنسيحهم عندي فين، في في كازرول مثلا صغيره زي ديت، او مثلا في طاسه اي حاجه عندك، ونقلب التقليبه ديت، نخليها تسيح عندنا. وبعد كده ايه، عندنا بطاطس عندي مهروسه، وبعد كده عندي بقسماط. انا هعمل ايه دلوقتي بقى، هناخد عندي طبقين اتنين من الراك ده، عشان هندخل عندي الفين، الفرن. الطبقين دول هيروحوا فين؟ الفرن. هخبزهم في الفرن ازاي بقى يا حاجه ناديه؟ حاجه ناديه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجه ناديه. سيد محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا ابني؟ الله يخليك يا فندم، تسلمي. منور الدنيا. انتوا اللي منورينها باتصالاتكم والله. الله يخليك يا حبيبي. يكرمك. اتفضلي. الله يخليك، كفايه وسط الباسون ده حبيبي والله. الله يخليك يا ست الكل. الله يخلي لك ولادك يا رب. يكرمك يا رب، تسلمي والله. أمريني يا حاجة نادية يا طيبة. محمد، سؤال بسيط بس. قولي يا فندم. الله يخليك. الهمبرجر ليه ما بعملها بتكس مني لما باجي احمرها؟ لما بتيجي تحمريها هتلاقي يعني هتلاقي نسبة الدهون فيها قليلة، أو نسبة الدهون ممكن تكون نسبة الدهون فيها عالية. نسبة الدهون فيها عالية، لما الحاجة دي يعني الكفتة مثلا لو أنت حطيتي فيها دهون كتير، ما طبيعي الحاجات ديت لما تتحط على النار بتكش منك. تاني حاجة، اشتغلي بفول الصويا. أفضل حاجة اللي هي ال 150 جرام على كيلو لحمة. 10 على 10. تاخدي الفول الصويا كده بتبليه بشوية مية، وتاخديه تحطيه في اللحمة، وتحطي بهارات البرجر. إيه؟ بيغير الطعم ولا حاجه يا فندم؟ ده بيخلي طعمه يعني مش عايز اقول لك، بيوديك في مكان تاني خالص طعم نهائي. عمر الفول الصويا ما يبقى فيه اي مشكله خالص. تمام، شكرا يا حاجه ناديه. تمام، يعني الفول الصويا عمره ما يحصل اي مشكله فيه خالص. طيب بعد كده بص يا عم حمدي بقى ايه الشغل بقى، نبدا نشتغل ازاي. بقوم جايب عندي الطبقين الراك المحترمين دول، بقوم حاطط هنا بقسماط، حاطط مع شويه زبده. تمام، واقوم جايب القلب طبعا عشان الفالنتاين طبعا والجو ده، لو عايزه مثلا تبهري جوزك ولا حاجه. في ناس بتحب تبدع كده في المطبخ، عندها وعندها فرم وعندها كل حاجه يعني، تقومي حاطه دي كده هنا، نعمل واحده على شكل قلب. هو ايه، ام جايب عندي واحده تانيه مدوره، اقوم حاطط فيها عندي البقسماط كده. حلو الكلام، ماشي. نركز بقى احنا بنعمل ايه، اقوم كده كده كده، اقوم ايه كابس كويس جدا.
كابسين كويس جدا، واقوم شايل عندي الزيادات اللي وقعت ديت عندي اهي، شيل الزيادات دي كلها عشان ايه ما تتحرقش في الفرن عندي. واروح جايب عندي البطاطس بتاعتنا. بص يا خال، ادي عندنا الزبده، اقوم رايح واخد عندي البطاطس حاططهم في الزبده، بطاطس عندي المسلوقه، واقوم جايب عندي شويه من الفلفل الابيض عشان اللون بتاعها، بس ايه لو الفلفل الاسمر بيغمق لون البطاطس، الفلفل الابيض ما بيعملش الكلام ده. شويه ملح صغيرين، وبدي كده بديها حته كريمه صغيره او جبنه كريمي، يعني جبنه كريمي اللي عايز يجرب الجبنه الكريمي بطعم شيدر او ساده، او على فكره بطعم الريكفورد حلو قوي، فبيحط منها معلقه كده صغيره هنا مكان الكريمه اللباني. بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ايه اقوم واخد الكلام ده كله كابسينه، هرسينه كده بشوكه او بهراسه زي اللي عندي ديت. يا حاجه روحيه، حاجه روحيه شويه جبنه شيدر والنبي اعذرها لنا. وفين ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك يا رب. ازاي اولادك؟ كله تمام في نعمه، ربنا يخليك ويخليك يا رب. يخليك يا حاجه روحيه، وتسلم ايدك يا محمد، كل حاجتك فل يا محمد. والله انتوا اللي احلى. على فكره الشوكولاته قلت لك عليها دي طلعت روعه. بالهنا والشفا يا حاج روحيه. الله يخليك. بالهنا والشفا. بقول لك يا محمد. ايوه اتفضلي. انا عندي رز جمبري، عايزه احتفل يعني اعمل اعملها ازاي عشان احتفظ بيها؟ ده احلى شويه صوص تعمليهم برص الجمبري. بس قول لي يا محمد ما تنسانيش. من عينيا الاثنين. تسلم عينيك عشان ما ضيعش منك تاني. والله حاضر، هقول لك حالا. بص يا ست الكل. وبقول للستي اللي عندها 75 سنة، أنا عندي 75 سنة. أيوه. قومي واشتغلي واعملي، إحنا لسه صغيرين. يا ست ربنا يديك الصحة. هو ده الكلام. ربنا يخليكوا لينا يا رب في حياتنا. يا صحة يا رب. يا ناس يا بركة أنتوا. تسلمي. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك، ربنا يخليكوا لينا يا رب ويدي الصحه كده للناس الكبيره. انا بعد من عشاق الناس الكبيره كده، بحس ان هم بيبقوا بركه في البيوت. والله باخد البطاطس ديت واقوم حاطها فين هنا كده، اقوم كابسها واقوم واخد عندي البطاطس دي برده كده اهم، وايه واقوم كده ماشي. ازرون ولا شويه موتزاريلا؟ ازرون يا استاذه امال. استاذة امال؟ ايوه. ازيك يا استاذة امال؟ ازيك يا ابني؟ عامل ايه يا ابني؟ ربنا يحسن ما بين ايديك. يا رب يخليكي، اللهم امين يا رب. بقول لك يا محمد، انا كان عندي كيلو غراده وكيلو بسكوت وكيلو كحك، بس سمان قوي. قولي تاني كده، قولي تاني كده. كيلو كحك وكيلو غريبه بس دسمين قوي، فعايزه اعيد تدويرهم اعملهم زي قراقيب، هل ممكن؟ يعني انت عجنتيهم وطلعوا هم جايين لي هديه، بس من نوع السنين قوي. ايوه هتعيدي تدورهم ازاي؟ تعجنيهم تاني؟ تحطهم في حاجه يعني تعجنيهم تاني؟ يعني ازودهم دقيق وخميره واعيد خبزهم تاني وزي قراقيش ممكن؟ بص اقول لك على حاجه، في ناس بتعمل الحاجه ديت، تعمل تاخد نص يعني ما بتاخدش الكميه كلها وتحطها مع الدقيق، وده بينعمها قوي، بس هتبقى تقيله معاكي وناشفه شويه، مش هتبقى طالعه يعني زي ما انت محتاجاها. يعني انا عايزاها ناشفه، انا عايزاها رقيش ناشف. ما هو انت حضرتك بتاخديها وتطحنيها وتحطيها مع عجينه ثانيه وتبداي تشتغلي بيها. اوكي بتبقى يعني زي الفل. كيلو دي كيلو كحك احط له قد ايه دقيق؟ ربع كيلو، ربع كيلو من اللي عندك. واحط له خميره؟ لا فيه. الكيلو دقيق عليه ربع كيلو من الكحك اللي عندك اللي انت جايباه. الكيلو دي عليه ربع كيلو من الكحك، وقد ايه خميره؟ والكيلو اللهم صل على سيدنا محمد 20 جرام خميره. 20 جرام خميره، احط له حاجه تاني؟ ميه بقى، كوبايه ميه مثلا؟ بتحط؟ لا اعجني اعجني بلبن رايب افضل او بزبادي افضل، طالما انت عايزه تعمليها قرص. ايوه. وبعد ما بعجن وتلات ارباع وتحط نص كوبايه سمنه. ما انا مش عايز احط سمنه خالص. ما هو يا فندم هتطلع لو ما حطيتيش سمنه هتطلع منك ناشفه عامله زي البقسماط، مش هتعرفي تاكليها. فاهمه ازاي؟
طيب يعني احط ربع كوبايه سمنه مثلا؟ مثلا يعني. طيب ماشي. واحط بقى وسكر طبعا، بتسوي تحط سكر حوالي معلقتين اتنين وشويه ملح صغيرين، وبالهنا والشفا. ولما تطلع حلوه كلميني، طلعت مش حلوه برضو كلميني. هنقعد ناخد ايه بقى يا عم حمدي؟ نقوم واخدين عندنا الباربيكيو صوص ده، بص بقى الكلام، نقوم دهنين يا باشا الفراخ ديت. ماشي يا رونو، نهمك اهو، مدهن ندهن ده شغل عالي بقى. بص تقوم دهن كده، وتقوم ايه قلب على الوش التاني كده اهو، قلبها كده، ونروح دهنين برضو نفس الكلام، ونقوم واخدينها عندي تاني فين على النار. بعد ما دهنا الباربيكيو بتاعنا نقوم واخدينه قافلينه، ونقوم حاطينه تاني على النار هنا ونسيبها. طيب بعد كده بقوم اعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي البطاطس ديت كده، عندي الجبنه اوكي، ما عندكش جبنه مفيش مشكله، تقوم واخداهم وحطهم في الفرن تخبزيهم، بياخدوا اللون الحلو بتاعنا. اوريهم لك بعد ما يطلعوا، اللي هو لا هيبقى فيه سمار في عليهم ولا هيبقى فيهم حاجه. بتعمد ان انا احط لك الحاجه قدامك على الهوا عشان اوريك كل حاجه على الطبيعه. لما بنتكلم عن حاجه بنتكلم عليها عن حق وصدق يعني. طيب تعالوا بقى نشوف الرواق هنعمل فيه ايه. حط ديت، استنى شويه. استاذه امال، استاذه امال، معلش يا استاذه امال اتصلي بينا تاني. تمام كده، يبقى احنا ايه حطينا دول هنا البطاطس، هنقدم خضار سوتيه معاها، التشيك جريل اللي هيطلع هنظبطه. طيب تعالوا نعلق بسرعه على اللحمه بتاعتنا. انا بجيب عندي اللحمه بقطعها قطع صغيره، اللي هي العصافير الصغيره ديت، بص عامله ازاي اهي، قطع صغيره جدا مش تاخدش تسويه معايا. بص القطعه عامله ازاي، حلو، مش مفروم، عايزه تشتغلي مفروم اشتغلي. حط عندي بصل، زبده، وبعد كده عندي ده السماق ده للحشو. بعد كده عندي ايه، عندي صلصه طماطم، زعتر وروزماري، وعندي خل او معلقتين اتنين من الصويا صوص، وشويه ملح وفلفل. نعمل ايه بقى؟ نروح عندنا واخدين البصل، اتفقنا ممكن الطاسه بتاعتي تكون على النار سخنه، فبعمل ايه؟ ما احطش الزبده، لا احط نزل البصل الاول، وعمره ما يتحرق مني. ليه؟ لان طبيعي اصلا البصل فيه ميه، فمجرد ما تحط الحاجه من غير ما تحط ماده دهنيه تلاقيه بدا ايه ينزل الميه بتاعته. واقوم واخد عندنا حته زبده صغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده اقوم رايح عندي على الايه اللحمه، اقوم واخدها مقطعها مكعبات صغيره جدا. سلام على الريحه، شغل عالي. ادي عندي الزبده والبصل، يا دوبك بس ايه الحاجه يعني يبقى لون البصل يتغير معايا. نقوم ضايفين على طول عندي ايه شويه من اللحمه اللي احنا حاطينها، عشان هنبدا نفرد عندي الرقاق، وهوريك الطريقه ان شاء الله بعد الفاصل، هوريك الايه ازاي تفرد عندك العجينه. فانا كده عملت كده البنجر دخلته عند الفرن، والبطاطس عملناها، والباربيكيو صوص الفراخ اللي احنا عملناها بيها تعالوا نشوفها عامله ازاي. هناخد فاصل يا حمدي يلا، وبعد الفاصل ان شاء الله هنبدا ان شاء الله نكمل مع بعض الرقاق اللي احنا هنعمله باللحمه. بص الفراخ عامله ازاي، فاصل ونرجع لكم تاني.
اهلا بيكم. بنرجع تاني بعد الايه الفاصل. لسه اطبقنا في الفرن وحطيت عليها جبنه شيدر وبدات اللي انا ايه حطيت الفراخ. خلاص الفراخ خلصت على فكره، ما تاخدش وقت، وجميله طعمها حلو هيعجبك. لان يعني الباربيكيو صوص طبعا انت عارفه اللي هو بيبقى فيه اللي هو صوص التدخين اللي فيه، فده بيدي طعم حلو قوي كانك شويها بالظبط كده. ده الرقاق اللي احنا بنعمله، وهنشرح العجينه وهنشرح كل حاجه دلوقتي واحنا شغالين. بس خلينا نفرد الاول اربعه الاول كده عشان ايه يبقى البند ده خلصت منه. رفع مرفع الحاجه كده، وبعد كده بنبدا ان احنا ايه نحطها عندي عشان تريح شويه، وبعد كده اروح اخدها عندي على الطاسه اللي عندي على النار. نرجع بقى هنا للحمه بتاعتنا اللي احنا حطيناها مع البصل مع شويه زبده، او واخد عندي معلقتين اتنين صلصه طماطم، واخد عندي شويه من صويا، شويه صويا صوص، او واخد عندي شويه روزماري صغيرين، ادي الروزماري بتاعنا. وبعد كده اقوم واخد عندي شويه من البقدونس المفروم، ادي البقدونس زمنال، استاذه منال. الو، ازيك يا استاذه منال؟ ايوه، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذه منال؟ ربنا يخليك يا رب. انا بحييك في الاول، انت انسان محترم قبل ما تكون شيخ محترم. يا رب يخليك والله، يعني الناس بتتعرف يعني. يا رب يخليك يا رب. تسلمي. من غير عشره ولا حاجه، لا في ناس بتتعرف كده من نفسها. تسلمي لي والله، تسلمي لي والله على دماغي، والله شهادتكم ديت على دماغي. ربنا يخليك. بس يخليك. انا ليا تعليق على الام اللي اتصلت اللي عندها 75 سنه. ايوه اتفضلي. انا ملاحظه ان في امهات كتير جدا بيتصلوا في البرامج، يعني انا ما بتكلمش في البرامج كتير بصراحه، بس انا صممت ان انا اتكلم دلوقتي. لان انا لاحظت ان دي ظاهره، ان الامهات يعني ربنا يديهم الصحه الكبار. يبقوا زي ما يكون ايه ايه. طب بحاول اتصل بينا تاني من ناحيه ايه الاتصالات ست. ده انا نفسي يتصلوا بيا على طول والله. ده انا هقول لك على حاجه والله العظيم، اكتر حاجه بتخليني اوقف هنا مبسوط الدعوات اللي ما بيدعوها لي. فانا معاك، ممكن تقولي انت، انا عارف انت عايزه تقول، يعني انا عارف وجهه نظرك ايه بالظبط، بس صدقيني الحاجه دي يعني الدعوه دي بالدنيا عندي والله. يعني لما ست كبيره كده تدعي لنا وربنا يكرمك ويخليك وبتاع، الدعوات دي بالنسبه لي تفرق كتير قوي، خصوصا انا فعلا بحب الناس الكبيره، الناس البركه فعلا، ربنا يكرمنا ويخليهم لنا دايما في حياتنا. وفي الاول وفي الاخر وجهات نظر يا ست الكل، انا مقدر جدا مكالمتك. ده البقسماط اللي طلع تمام. هعمل ايه بقى؟ بصي بقى الكلام، بصي اهو شفت البقسماط ده اهو، ها الطبق حصل له حاجه؟ مفيش اي حاجه حصلت. تقومي عاملاه كده بقى وتسيبيه ايه، تسيبيه يبرد شويه، نضفي طبقك وتسيبيه يبرد شويه، ونقوم شايلين عندنا الفورمه هيطلع المولد. ما تمسكيش الطبق عشان الطبق ايه ساخن معاكي، نضفه كويس جدا قدام حضرتك كده، عشان ده اللي هتقدم عليه الايه التشيكن جريل اهو. ننظف الطبق كويس جدا ونطلع عندي الطبق الثاني. بص الطبق طلع شكله عامل ازاي، ما شاء الله حاجه تفرح. طيب بعد كده بنقوم جايبين الايه الطبق ده ونبدا نقدم عليه عندنا الحاجتين الاثنين، سواء الفراخ اللي احنا عاملينها او الخضار السوتيه اللي احنا طبعا سالقينه قبل الهوا. كل حاجه بعملها لك زي ما اتفقنا على الهوا تمام. والطقم راك ده تجيبيه على ضمانة الشيف محمد حامد، على ضمانت انا، يعني انت تجيبيه وانت واثقه 100% اللي حاجه هتفيد بنتك جدا جدا، خصوصا للناس اللي بتجهز. فانت لما بتجيبي لها حاجه في الجهاز كده في الاول بتفيد، هتفضل معاها وتدعي لك لما الحاجه تعيش عندها. مين يا فندم؟ حاجه سميره. يا حاجه سميره ازيك؟ اهلا يا ست الكل، ازيك يا حبيبي منور الشاشه. ربنا يخليك، يا ربنا يخليك يا رب، تسلمي. يا حبيب قلبي انا بحب اشوفك كل يوم. وانا بحبك والله، ما عنديش وقت لاي حاجه الا في الميعاد بتاعك يا حبيبي. ربنا يخليك لينا، اشوفك بس كفايه. ربنا يخليك. زي ما قلت لك قبل كده، قلت لازم ابقى شاعره عشان اوصف كل الجمال اللي يا رب يخليك ويبارك فيك يا رب. أداءك
قد يا حبيبي وكل. ربنا يخليك يا طيبه. محمد معايا؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك يا حاجه سميره. ايوه حبيبي. أيوة. ربنا يحفظك من كل سوء. يحفظنا جميعا. انا طالبه سؤال بس سريع تقوله لي يا حبيبي. ايوه تمام. الكنافه بتاعتك تبعتها بالقشطه والفستق، عايز احط اعملها مانجا، احط المانجا ازاي؟ بس سريع كده. من عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين. بص حضرتك، توكل على الله واحشيها مانجا مع كاستر كريم. عارفه الكاستر؟ الكاستر انت بتعمليه على النار، اطبخيه وحطي الكاستر ده وحطي الحاجه دي فيها 10 على 10. يعني حطي الكنافه والكاستر والمانجا وغطيها بالكنافه وحطيها يا باشا في الفرن واسقيها سمنه، تطلع معاك ان شاء الله حاجه محترمه جدا. شايفه شويه اللحمه عاملين ازاي؟ هدينا عليهم النار كده والشغل يبقى رايق، طلعي حاجه ان شاء الله محترمه جدا. طيب هناخد بقى عندنا اول واحد ريحناه في الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول كده هياخد ايه على الوشين، مره كده ومره كده، نقوم شايلينه على طول لان كده كده ايه هحشي ولسه هبصم على النار. يا حاجة ناديه. ايوه 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 يا شيخ محمد، عامل ايه يا ابني؟ ازي حضرتك يا حاجه ناديه؟ الحمد لله والله انا بخير. طول ما بسمع صوتك والله يا ابني انا بخير. ربنا يديك الصحه لينا. يعني نفسي ارد برضه على الرد دي اللي كلمتك. بص يا ابني، احنا فعلا يعني انت اضغط من ولادي كمان. انا عارف يا ست الكل. انا انت عارف انا اللي كمان اقول لك، انا بحب المقادير بالميزان. ايوه. مش عارفه انت فاكرني ولا لا. ايوه يا فندم. ايوه ايوه فاكر حضرتك، اهلا بيك. فانا يعني عايزه اقول لها بنتي ايه، شيخ محمد ده واحد من بيتنا. ربنا يخليك. عارف تتعامل زي ما اكون ايه، انت ابني من ولادنا. يا رب يخليك. فانا والله. انا بكلمك وهي ما تقصدش والله، ما تقصدش بقى، هي ما تقصدش والله يعني. ما انا عارفه انها ما تقصدش والله ولا اقصد يعني، حتى مبين من صوتها يعني، يا ربنا يكرمها يعني. بس احنا ايه، انت يا ابني واحد من بيتنا. يا رب يخليك والله. كل واحد يتكلم انت من بيتنا. ربنا يخليك لينا والله العظيم. ربنا يبارك لك في كل كلمه بتقولها، في كل حرف، وفي كل خطوه، وفي كل يا ابني نفس بتتنفسه. ربنا يخليك لينا يا رب والله. بص انا من الناس اللي يعني انا شاطره جدا في المطبخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من سنين وتملي حب بالميزان ما شاء الله. بس انت انا اتعلمت منك. ربنا يخليك يا ست الكل والله. انا قلت لك قبل كده انا قربت على السبعينات، انا اتعلمت منك. ربنا يخليك لينا يا رب ويديك الصحه. وبعدين حلاوه المولد بتاعتك حقيقي، عارف البولك جاست اللي هي يعني بالملي بتطلع. حاضر. لا هي طالعه كده ولا مندقه، لا انا هعمل لك حلاوه مولد ان شاء الله، هعمل لك حاجه بسيطه والله. يا ريت برضه بمقادير الميزان. يا ريت. حاضر. من عينيا. حاضر. من عينيا الاثنين، من عينيا الاثنين. الله يخليك يا رب يا ابني ويسعدك. شكرا. يا رب. اللهم امين. ومكاتب بس طبعا خير. انا تملي مكتوبه اسمي تيتا ندو. ربنا يخليك يا تيتا ندو. الله يخليك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب لينا. تسلمي يا ست الكل، مع في رعايه الله وامنه. البصل كده قطعناه ايه جوانح. تعال نبص هنا، نقلب قلبه ونيجي نقطع هنا. مطعم بقى يعني ايه، تشتغلي شغل المطاعم، تجيبي هنا ايه الحاجه بتاعتك، طماطم تقطعها شرايح، قطعي من النص. ايه ما تعلي صوتك، انت مالك صوتك خبط ليه كده؟ حمد في ايه؟ مش واخد انا على صوت المخرجين يعني ضعيف كده. شفت التاني. طلعوه بره. تمام كده اهو. شوف 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 شوف، شغل عالي. اخدها كده وهكذا. ايه نفس الكلام، العجينه لما تبقى الدقيق فيها مظبوط ومحترم فتلاقي ايه، تعرفي اللي انت تفرديها وتطلعي منها شغل حلو. اللحمه استوت، نقوم مطلعين ديت. تمام اللحمه كده تمام استوت اهيت، حاطين عليها النار وتمام التمام. نبدا نعمل ايه بقى؟ اتفضلي استاذه منال. يا استاذه منال. ايوه يا استاذ محمد. ايوه يا ست الكل. يا فندم انا اتفهمت غلط خالص. يا فندم انا وضحت وجهه النظر. نظري والخط قطع. اتفضلي. انا بتكلم في ناحيه تانية خالص بالنسبه لامهاتنا العزاز الكبار في السن، ان انا بلاحظ ان هم بيقولوا احنا نفسنا نعمل اكل وكده ومش بنقدر، فانا اللي فهمته ان مفيش حد قاعد معاهم.
فليه ليه نسيب امهاتنا الله. يقعدوا لوحدهم ويبقى نفسهم في حاجات وما يقدروش يقوموا يعملوها؟ ربنا يكرمك والله، ليه؟ ربنا يكرمك والله. انا يعني والله أنا من صوتك باين انك يعني نظري علشان ما يزعلوش مني. لا 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 لا، ربنا ما يجيب زعل، ربنا ما يجيب زعل. يعني موضوع احنا بسيط المفروض والله. ما تسيبهمش قاعدين لوحدهم يا استاذ محمد. أيوة. في الشقه لوحدهم كده ما ينفعش. أيوة. لازم حد يبقى قاعد معاهم، لازم ابن من الابناء ياخد ولاده ومراته ويقعد معاهم. طب بس انا اقول لك على حاجه، في موضوع الناس الكبيره ديت، عشان انا ايه، انا عندي خبره في الموضوع ده كبير قوي. الناس الكبيره ما بيرتاحوش الا على فرشتهم والله. لو جبت لهم ايه، لو جبت لهم قصر كده وقعدتوا فيه، ما بيرتاحوش الا في البيت بتاعهم والفرشه بتاعتهم والسرير بتاعهم، هم الطقوس بتاعتهم كده. فتلاقيهم ايه يعني، مش ما بيرتاحوش اكتر عند الابن، او مش مع، حتى لو ايه مرات الابن بتموت فيها، يعني لو حماتها وبتموت فيها برضو نفس الكلام، هي بترتاحش الا في الفرشه عندها في بيتها. فده طبيعي، خلي بالك يعني، طبيعه سنه حياه والله. ولما نكبر كده يعني، لو وصلنا السنوم ان شاء الله كده، ادينا واديكم طول العمر، ايه هنبقى كده نفس الكلام برضو. العجينه دي عارفين عملتها ازاي؟ هي مكعب زبده على كوبايتين دقيق على كوبايه وربع من الميه على شويه ملح وسكر بس، وعجنت العجينه من غير خميره ومن غير اي حاجه، غير خميره ومن غير اي حاجه. خدتوا بالكم بقى انا عملت ايه هنا؟ حطينا البقدونس. بقدونس السلطه دي لوحدها وهم اصلا، اللي انا احطها في الرغيف دي لوحدها، دي اللي هي السماق دي، حلو الكلام، وشويه من الملح دي لوحدها اصلا في الساندوتش حاجه يعني مش عايز اقول لك، تاكل كده والله حاف. وسلام لو عصير ليمونه، ادي عصير الليمونه اهو يا باشا، يلا عصير ليمونه. طيب نيجي نجود، حط شويه نعناع مفرومين، ادي نعناع مفروم، اتفرج على الطعم ده لسه كمان ايه، هتاخد القشطه الحمضيه وهتبقى حاجه محترمه قوي. نرجع هنا للفراخ، اللحمه بتاعتنا استوت، تعالوا بقى نبدا نطبق عندنا العيش بتاعنا. بسم الله، اقوم جايب عندي المعلقه بتاعتنا، بسم الله، اقوم جايب المعلقه كده، حاطط شويه ساور كريم، قشطه حمضيه، اقوم جايب عندي خلطه محترمه زي ديت حاططها هنا، واقوم جايب عندنا اللحمه حاططها هنا. اتفرج على الطبق ده، حاجه يعني هتعجبك ان شاء الله، ان شاء الله حاجه هتعجبك. تقوم عامله ايه بقى؟ تقوم طبقها دي كده، زي كده عيش شاورما. تقوم عامله ايه بقى؟ بص الكلام ده لسه ما خلصش. شفت اللحمه دي؟ اللحمه اللي موجوده دي، تقوم نازل عليه كده تمام، وتقومي نازله واخده دي التبصيمه دي، تقومي واخده الكلام ده ورايحين فين؟ عندي على الطاسه اللي على النار يا سيدي، واللي عايز يحط جبنه وبتاع يعيش يعني. استاذه مريم، الو، ازيك يا استاذه مريم؟ ايوه يا شيف، مساء الخير. مساء الفل. لو سمحت يا شيف. ايوه استاذه مريم سامعك. لو سمحت، البنجر اللي انت حضرتك حطيته في الفرن مسلوقين ولا ني؟ لا ني يا فندم، لسه هقشره دلوقتي وهبدا اللي انا اشتغل بيه. ماشي يا مدام، اوكي، شكرا. ميرسي يا فندم، باي باي، مع السلامه. شكرا، باي باي، مع السلامه. شكرا لحضرتك. بص كده اهو، تقوم قافله كده، حلو الكلام، وما نروحش نودي على طول على النار، لا، نقوم واخدين دي كده العيش ده، ونقوم واخدينه فين؟ في اللحمه، نبصم هو ياخد من العصاره اللي نازله من اللحمه دي يمين وشمال، كل ده طعم وتست مختلف. نودي وناخد الكلام ده ايه هنا. بص بقى التحميصه بقى بتاعت العيش عامله ازاي، تمام. نبدا بقى نشتغل عندنا في ايه بسرعه، ايه، يلا بينا. بس لو فاصل الحمد يا خال، يلا بينا. طيب هذه الحاجه اهيت بقى، هنبدا ان شاء الله. والله حاضر يا عم، انت استقوتي النهارده مش عارف في ايه، مش عارف. قالك يا حمدي ما نمتش. شفت الفراخ بقى استوت ازاي؟ طب ما تيجي نقدم بقى الحاجات دي كلها ان شاء الله، واقدم لك طبق سلطه محترم جدا. بص الفراخ شكلها عامل ازاي بالباربيكيو صوص، هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله، ولسه في سلطه البنجر هنشوفها، لكن بعد الفاصل.
زي ما انت شايفه البرزنتيشن انت بتعمليه بالاطباق بتاعه راك بيخلي شكل الحاجه السفره بتاعتك عامله ازاي. هو ده اللي تعودي نفسك على طول، اللي انت شغل الشغل ده يبقى مظبوط معاك كده، الطبقه تقدميه ببساطه وكل سهوله. لو جينا بصينا على تكلفه الطبق على فكره مش هتلاقيه كبير على قد ما هو ياكل لوحده. يعني الطبق اللي محطوط فيه البطاطس، بص القلب اللي انا عامله الفورمه بتاعت المدوره طلعت عاديه جدا من الطبق، حطينا عليها التشيكن باربيكيو اللي احنا عملناها، حطينا شويه خضار السوتيه، ده العيش اللي احنا عملناه برده باللحمه وقدمناه، وعملنا طبق كده سبرت لوحده اللي هو اللحمه مع الخلطه اللي احنا عملناها بالبصل والبقدونس والطماطم السماء عصير ليمون شويه ملح، وقدمنا معاها الخبز برده لوحدها، وهنقدم شويه الشاي. ناقص ايه بقى؟ ناقص السلطه. تعالوا بقى نشوف عندنا السلطه هنعملها ازاي. اخر حاجه خالص بقطعها البنجر. ليه بقطع اخر حاجه البنجر؟ لان طبعا بيطلع اللون بتاعه الطبيعي، وده مفيد جدا جدا للمعده بالاخص يعني بموضوع البنجر. فانا بعمل ايه والافكاتو؟ طبعا عارفين، طبعا سيد العارفين، لو الافكاتو بتاعتك طالعه يعني جايباها وناشفه، انت بتجيب ورقه زبده وتحطيها في مكان مظلم بالظبط يومين او ثلاث ايام، هتلاقيها معاكي ماشيه زي السكينه في الحلاوه كده. بص عامله ازاي، تمام؟ تقوم واخده ديت، طبعا انت بتشتغلي بيها على طول، واول حاجه بتعمليها وتحطي عليها ايه؟ عصير ليمونه. تقوم واخداها كده اهي بالسكينه وتقوم شايلاها، تمام؟ لو فيها اي قشر من جوه بتشيليه، وبعد ما نقشرها نقوم جايبين عندنا واخدينها كده على اتنين سلطه. بعمل لك سلطه مفيده جدا، تمام كده. بعد ما قطعت الافوكادو بتاعتك تقوم واخداها حطاها هنا على طول، وعشان ما تسمرش معاكي بتقوم عاملاها ايه بالظبط كده معلقه من عصير الليمون عليها. اوكي طيب، بعد كده بقوم جاي عامل ايه تاني؟ بقوم جايب الاوراق الالوان بقى اللي عندنا، الشغل بقى اللي يظبط السلطه بتاعتك ويديها طعم حلو. زي ايه مثلا؟ زي الخس الجميل ده. تقوم غسلاه طبعا، ماشي؟ تقوم واخده كده، بص الخس ما يتقطعش الا كده، حلو؟ يفضل الطعم بتاعه والقيمه الغذائيه فيه. رشته فرميه بالسكينه، اشتغلي بايدك كده. جرجير. طبق السلطه ده لوحده تاكليه لوحده اصلا، يعني ممكن ما تعمليش اي حاجه من جنبه بالكلام ده، ممكن تاكل طبق السلطه ده لوحده. حلو. طيب بعد كده نبدا نحضر، نجيب عندي البنجر ده اخر حاجه، بس خلينا نحضر دلوقتي الايه؟ ولسه الكرنب الاحمر ده التقديم، يعني عند التقديم كده احط كرنب احمر. بجيب عندي عصير ليمونه، هي عصير برتقال. بعد كده بقوم حاطط عندي شويه عصير ليمون. حلو الكلام. نعناع مفروم يا حاج خال حمدي. عندك طريقتين اتنين للبنجر، لا اما تخبزيه لا اما تحطيه بالفرن. طب ايه افضل طريقه ويفضل اللي هو صحي معاكي؟ التخبيزيه طبعا، لان ساعات لما بنيجي نسلقه اللي بيحصل بنسلقه طبعا بالقشره بتاعته، اللي بيحصل حضرتك الفايده بتاعته كلها بتطلع ورا اللي هي اللون، وانت عايزه تاخدي اللون ده لانه مفيد جدا. طيب بعد كده عندي معلقه مستردة صغيره، مستردة حبوب او مستردة ديجون لو عندك اللي هي الفرنساوي. حط عندي خل بلسمك او خل ابيض، تمام؟ نقلب كويس جدا، وننزل عندي بزيت الزيتون خيط رفيع كده. طب ليه بننزل بالخيط الرفيع ده؟ عشان يبقى ايه، يمسك الصوص يبقى ماسك معاكي. حتى لو حطيتي بس مجرد ما تحطي زيت الزيتون لوحده، ممكن تحطهم في علبه ازاز كده صغيرين وترجيهم، هتلاقي الدريسنج بتاعك ظبط جدا بتاع السلطه. تمام كده، تمام. قلبناهم شويه ملح صغيرين تحط معاهم كده، احنا بقينا ايه في التمام. ناخد بقى شويه بقدونس مفرومين، شويه بقدونس. افضل حاجه البقدونس تاخدي منه الظهر كده بالسكينه، السكينه تكون حاميه معاك كده، وتاخدي الظهر بتاعه وتحطيه فين؟ على شويه السلطه المحترمين دول. يا تسنيم ازيك؟ الو يا تسنيم. ايوه ازيك يا وزيه تسنيم، ازيك؟ الحمد لله. ازي
حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم، اهلا بيك. الحمد لله، ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. انا كنت عايز اسال عن حاجه عن الزيت، كل ما اعمله بيطلع هابط. الايه اللي اللي بيطلع هابط؟ الزيتو. طيب انا مش سامع يا استاذ روان. الزيتو. طب من عينيا الاثنين هقول لك على الطريقه، واهم حاجه بس بالله عليكم تاكدوا موضوع الفرن عندكم يا جماعه، لان هو المشكله كلها ساعات بتبقى من الفرن نفسه. فانا اقول لك على الطريقه ان شاء الله. حاضر. وفي سؤال امبارح اتسالت عليه برضو، بفتح الصفحه امبارح قالت لي ليه ما جاوبتنيش على الصلصه وعندي طماطم هتبوظ، قلت لها حاضر هجاوبك. بصي بقى البنجر، بصي الكلام، بعد ما اتسلق قوم واخداه كده اهو وسيبيه يبرد، يعني انت دي الفكره بتاعته، بعد ما تخبزيه، عشان لان السخونه ديت لو دخلت على الورقات اللي عندك دي هتتدبل السلطه، الرونق هتفقد الرونق بتاع السلطه. فانت بتسيبيه يبرد الاول وبعد كده بتقطعيه شرايح، وبعد كده بنقوم رايحين فين عندنا؟ على الدريسنج اللي احنا عملناه، اللي هو مستردة، عصير الليمون، وزيت الزيتون. وعصير البرتقال. مزاج من الاخر، مزاج. السلطه دي لاصحاب المزاج كده، يعملوها قولوا ايه رايكم فيها ان شاء الله. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. طيب بعد ما قلبنا السلطه دي كلها مع بعضها، تقوم جايبه، هو المفروض اللي انا احط البنجر مع الورقات ونقلبهم. حلو، بس انا بردت بيها بس دلوقتي. والدريسنج المفروض يتحط بعد السلطه، لما تحط الدريسنج بيتحط من فوق، ده اخر حاجه. تمام. بص اللون نفسه بقى عامل ازاي بتاع السلطه. تقوم واخده دي المعلقتين دول، شغل عالي السلام، لو تحط معاه فراخ مشويه وتاكلها، والله طبق رئيسي مش محتاج منه اي حاجه تاني. جمبري مشوي عليها برضو السلام. طبق سلطه زي ده عشان ينزلك في المطاعم، صدقيني والله بالشيء الفلاني. طيب تعالوا بقى نشوف، وهو برضه مش هضحك عليك، هو طبق متكلف يعني، يعني ركبته غالي برضه عشان الناس ايه، بس انت انا بعمل كميه على الهوا، تقدري تعملي يعني نص الكميه ديت. تعالوا ناخد عندنا السلطه دي ونروح نقدمها عندي في الاطباق بتاعتنا، اطباق رايك المحترمه اهو. وبعد كده اجيب اوراق الكرنب، ممكن احط اوراق الكرنب في الاول او ممكن تحطيها في الاخر، اوكي يعني حسب الايه، حسب ما تحبي، حسب ما انت عايز تطلعي الشكل ازاي. وده في الاخر الشكل النهائي عندنا لطبق السلطه بتاعنا. ممكن نجيب بقى الكرنب بتاعنا اهو، اوراق، اللي عايز يضيف طماطم برضو يضيف لها. شكل عشوائي كده يعني، مش شرط اللي انت تقطعيه، ممكن تجيبي كده وتروحي عندك على الطبق بتاعك وتبداي اللي انت ايه، تحط كده على الطبق بتاعك الكرنب الاحمر، وبنقدمها طبعا في اطباق راك. بنتكلم طيب تاني وتالت ورابع عن الاطباق بتاعتنا، معالجه للصدمات الحراريه. اول ما بدانا الحلقه خدنا الطبق وحطينا فيه البطاطس ودخلناه على درجه حراره 250، قعد اكتر من 10 دقائق ما حصلوش اي حاجه. عندك الاطباق دي ما بتتجرحش، فزي ما قلت لك بتجهزي بنتك على مسؤوليه ان شاء الله الشخصيه، تجيبي الاطباق ديت وانت مطمنه ومغمضه عينك. الطقم اعتقد بيجي يعني كامل في كل اللي انت شايفاه ده، على فكره في ازيد من كده في الطقم، لكن انا بطلع على حسب اللي انا محتاجه بس في الحلقه. لكن هو الطبق طبعا اكتر اعتقد من 120 قطعه، هتاكد لك من كام قطعه بالظبط. كل حاجه فيه، الاطباق، الفناجيل، الفناجيل الشاي، كل حاجه فيها هتلاقيها موجوده. بعد كده بنقوم جايبين عندنا اخر حاجه طبعا بنقدم فيها الشاي. شغل فنادق، الشغل اللي فاخر من الاخر. تمام كده خلصنا كده الايه، الحاجه بتاعتنا، وصبينا الشاي وسفرتنا تبقى موجوده. اتمنى ان شاء الله حلقه تنال اعجابكم، بكره ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده من برنامج المطعم.
عملنا تشيكن باربيكيو النهارده، سلطه البنجر المحترمه اللي لازم تجربيها عندنا، الفراخ اللي احنا اللحمه اللي احنا عملناها بالخبز بتاعنا وقدمناها لوحدها برده، كل ده ان شاء الله تشوفوه في المطعم ولسه اكتر بكتير جدا. بكره ان شاء الله نتكلم عن حاجات بسيطه عن حلاوه المولد مع الاطباق المين كورس اللي احنا نعملها. اشوفكم على خير، السلام عليكم.